للأسف الشديد إشعارات اليوتيوب الفترة الأخيرة بدأ منشئ المحتوى يخاف منها. في إيه؟ عايزين مننا إيه؟ إحنا بقينا خايفين بجد. إشعار جديد بتحديث جديد بنمط إعلانات سيختفي من اليوتيوب، وشكل من الأشكال مش هيبقى موجود. أنت متخيل؟ وما زال اليوتيوب يتوقع. أيوة بيتوقع كالعادة. تعال نجرب في منشئ المحتوى، ما هو كده كده مش هيقدر يتكلم، ولو غلطنا يبقى نقول ان احنا غلطنا ونرجع الشكل تاني. هنا بيقول لحضرتك لا نتوقع ان يؤثر الانتقال الى استخدام الاشكال الاخرى تأثير كبير على ارباح معظم صناع او صانعي او منشئين المحتوى. معنى كده ان اليوتيوب بيقول لك هيكون في تأثير على ارباحك وبالتالي انخفاض، لان في نوع من الاعلانات هيختفي. طب ايه هو النوع؟ هنا اليوتيوب قرر يحسن تجربة المشاهدين اللي هو حضرتك بتتفرج على منشئ المحتوى، وتعزيز اداء اشكال الاعلانات على اجهزة الكمبيوتر المكتبي والاجهزة الجوالة، يعني عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الموبايل. الو معاكم بابلو، اقسم بالله اليوتيوب هيجيب لنا جلطة. سيتم ايقاف عرض الاعلانات التي تظهر على سطح الفيديوهات في اليوتيوب اعتبارا من 6/4/2023. طبعا هتقولي انا بصدر لك طاقة سلبية، وطبعا هتقولي ان انا بجيب لك فيديوهات تحبس دمك. ما انا كمان محبوس دمي على فكرة، ما انا ارباحي وارباحك واحد، ما انا لو عانيت انت هتعاني. لما تيجي تبص كده في خانة تحقيق الربح وتبص معايا تلاقي الاعلانات التي تظهر على سطح المكتب مش هتبقى موجودة. اللي حضرتك لو جيت فتحت اي فيديو على اليوتيوب وفتحت فيديو اكتر من 8 دقايق مثلا، تعال يا حسام، فيديو اكتر من 8 دقايق اللي هو اصلا ما ظهرش عليه اعلان دلوقتي اصلا، ماشي، وفتحنا كان بيظهر في النص هنا اعلان بالشكل ده يا عم حسام، بص الاعلان ده، الاعلان ده اللي في النص اللي هو شكله ده ما بقاش هيظهر يا عم حسام من يوم 6/4/2023 يا عم حسام. يرضيك؟ قولي لو يرضيك عرفني. يرضيك ان احنا لاقي اشكال؟ بقولك ايه، هنعوضك باشكال تانية ولكن التأثير مش كبير قوي، يعني مش هيأثر عليك قوي، لكن هو هيأثر عليك بس مش قوي. في ايه يوتيوب؟ ايه الدنيا؟ هو انت عايز ايه من منشئ المحتوى؟ ممكن توضح؟ هو انت خلاص استحلتها اي اشعار ازاي تحبس دم منشئ المحتوى خلاص؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، فرأيك يهمني، اما رأيي فانا قلته في الفيديو. واتمنى حضرتك ما تنتقدش المتوحد فكرة، ولو عايز تنتقد فانتقد اليوتيوب اللي قدام عينيك. انا ناقل اخبار ولكن بطريقتي باسلوبي، بقولك اللي هيحصل قدامنا باسلوبي. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب اللي حابب يوضح لك ادق التفاصيل. نتقابل في فيديو جديد.